استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب معالي السيد مسرور برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بحضور عدد من كبار المسؤولين. وخلال اللقاء أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وأقليم كردستان العراق في شتى المجالات، مؤكدا سموه أهمية الارتقاء بمسارات التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة لها وتعزيز الشراكة على مختلف الأصعدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مملكة البحرين وإقليم كردستان العراق وسبل تنمية التعاون الثنائي على المستويات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. من جهته أعرب معالي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن جزيل شكره وتقديره لمملكة البحرين على حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وذلك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.